السلام عليكم، انا رياض قبعة، استاذ لغة انجليزية. في الفيديو هذا مش نحكي لكم على حاجة جديدة اللي هي الباراسكولير، هذايا ديستيني لجماعة البكالوريا جميع الشعب. If you're interested and you want to find out more, please continue watching this video. مرحبا بكم. دونك نحب نعطيكم لمحه على لي زكتيفيتي اللي مش تلقاهم في الكتاب هذا، لكن نحب نبدا الاول افيك دي ستاتستيك كونسيرنون لي زكتيفيتي اللي في الكتاب. مش تلقاو اكثر من 200 اكزرسيس مقسمين كما يلي. مش تلقاو 58 اكزرسيس بوت ان ذا رايت تنس اند فورم، 34 اكزرسيس فيل ان ذا بلانكس، 24 اكزرسيس سيركل ذا رايت الترناتيف. البعض ممكن يقول علاش لي زكسيرسيس ماهمش كيف كيف. دونك كيما تشوفوا ركزت لهنا على ال put in the right tense and form questions and exercises، على خاطر أغلبية التلامذة the majority of students يعانيو من الاكزرسيس هذا بالذات. دونك حبيت نخصص له أكثر مجال ونعمل أكثر ديز اكزرسيس باش التلامذة فريمون تتمكن من النوعية متاع ليز اكزرسيس هذوما. اون بليس دو سا مش تلقى 25 اكزرسيس دو فوكابيلير. دونك في كل درس براتيكمون مش تلقى اكزرسيس دو فوكابيلير نتاع الدرس هذاك. في زاده 25 رايتينغ تاسكس مع هذايا 8 امتحانات و40 اكزرسيس مختلفين. لي زيكزرسيس اللي في الكتاب يكونوا منظمين حسب لي زونيتي وحسب الدروس اللي مش تقراهم على عام كامل. دونك هذايا التقسيم والتنظيم نتاع الكتاب كيفاش باش يكون. اذا كانك تحب اكثر ليرنينغ ريسورسز مش تلقى دروس موجودين على القناة متاعي اللي هي Learn English with Riyadh. أهم حاجة في الكتاب هذا هو أنه مش تلقى QR codes، مش تلقاو لي كود هذوما اللي مش تلقاوهم في بداية كل يونيتي واللي فيهم الدروس متاع ليزونيتي الكل. دونك ما عليك كان أنك تصب الابليكاسيون هذه اللي تسمى QR codes ومن بعد تسكاني الكود وتمشي تتفرج على الفيديو ديريكت مباشرة على اليوتيوب شانل. دونك عملت التنظيم هذا باش نربحكم برشا وقت وباش ما تقعدوش تلوجوا على الفيديو في اليوتيوب لانه الفيديو برشا. دونك الكتاب هذا نجم نقولوا فما انتراكسيون من بين الكتاب ومن بين البروف. واللي يحط الكتاب هذا سبيسيال اللي هو منظم طريقة بيداغوجية ممتازة جدا. كيفاش؟ دونك كيما باش تشوفوا تو الكتاب هذا يبدا مراجعة شاملة لجميع الانجليش تنسز. دونك يبدا بريفيزيون افيك ديز اكزرسيس في كل طون، ومن بعد كل درس مقسم مش تلقى فيه لي بارتي هذوما. اولا مش تلقى فيه ريزومي للي فوكابولير نتاع الدرس هذاك بالذات، ومن بعد مش تلقى ريزومي للي بوان دو غرامير نتاع الدرس هذاك مفسرين بطريقه كرياتيف، ومن بعد مش تلقى activities and language exercises for that lesson للدرس هذاك بالذات باش تتعود على الكلمات متاع الدرس ومش تتعود على القواعد متاع الجرامير متاع الدرس هذاك، وبالتالي الفايدة باش تكون 100%. دونك اون بليس سا مش تلقى ديز ارتيكل من الانترنت authentic articles لبعض الدروس مش الدروس الكل، ومش تلقى زادة خرائط ذهنية تلخص الافكار اللي تجم تستحقها باش تكتب ديز اسي طريقة محترفة. في الكتاب هذا مش تلقى حاجة مهمة جدا 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 اللي هي كيفاش تكتب ليزيسي متاعك، واللي أغلبية التلامذة للأسف زادة عندهم مشكلة في طريقة الكتابة لأنه غير كافي، وأنك تكون عندك ديزارغيمون. اللي أهم من هذا الكل أنه كيفاش تكتب. دونك في الكتاب هذا مش تلقى دي استراتيجي توري كيفاش تكتب كل نوعية متاع إسي، ومش تلقى بعض النصايح اللي خاصة بالنوعية متاع الرايتنج تاسك هذاك. دونك في الكتاب هذايا مش تتعلم كيفاش تكتب an ad, an article, a speech, a presentation, a letter and others. دونك بالطبيعة في كل نوعية متاع رايتنج تاسك مش تلقى الكيور كود. دونك لازمك تسكاني الكود تتفرج عليه في اليوتيوب، ومن بعد ثم ابليكاسيون اكزرسيس صغير باش يو براكتس وات يو هاف ليرند. في اخر الكتاب باش تلقى ريزومي للي بوان دو غرامير الكل ومعهم 8 امتحانات وبالكوريكسيون نتاعهم. الحاجه زاده اللي في الكتاب هذايا نعتبر انا حاجه مهمه انه
عملت جروب على الفيسبوك دونك سبيسيالمون للتلامذه اللي مشاش الكتاب هذايا، لانه نحب نتفاعل مع التلامذه ونحب نقعد اون كونتاكت، واذا كان عندكم اي استفسار بالطبيعه انا موجود. دونك اذا انتريسي وتحب تشري الكتاب باش تلقى رابط في استماره تعمرها فيها لي كوردوني نتاعك ورقم التليفون الادريس نتاعك، واحنا نوصلوا لك وين انت موجود. دونك التوصيل مش يكون على كامل تراب الجمهوريه. اذا عجبكم الكتاب بارتاجيو الفيديو هذا مع اصحابكم، لاني نحب الناس الكل تستفاد منه والدالو على الخير كفاعله. دونك انا حبيت الناس الكل تستفاد منه، وهذه فرصه باش انكم تحسنوا من المستوى نتاعكم في اللغه الانجليزيه. حاولت اني نكون في حوايج جدد باش تلمذ فريمون تعطي اهميه للغه هذه وتستفاد بالطبيعه تتحسن وتاخذ اعداد باهيه. Donc, thank you so much for watching this video. I hope you've enjoyed it. If you have, don't forget to give it a big thumbs up and also to make sure to subscribe to our channel so that you can get notified whenever I upload a new video. Thank you so much. Love and peace. Riyadh.